استاذ سليم، احنا هنا في بدايه شارع الزرقطوني، شنو هي الفكره اللي ممكن تكلموا معاه وحنا في اطار التهيئه واعاده التهيئه ديال هذا الشارع هذا من حيث الاشجار؟ كيف كنعرفوا جميعا، حنا الساكنه ديال الدار البيضاء، المجلس ديال المدينه برمج اعاده تاهيل 14 شارع في الدار البيضاء. هذا امر جيد ومهم جدا بالنسبه لنا، وعلى راس هذه الشوارع كيف كنعرفوا الشريان الكبير واهمها وشارع الزرقطوني اللي حنا واقفين فيه ورانا. اذا حنا كحركه كنشطاء بيئيين اللي عطينا الانطلاقه ديال الحمله ديالنا لوقف النخل، الغرس العشوائي للنخل او تعميمه بالخصوص مدينه الدار البيضاء، والشروع في تشجير ممنهج مكثف مخطط بجميع مدننا هذه تقريبا 3 سنين. من الضروري اننا اليوم، ماشي غير من الضروري، من الواجب ديالنا اننا نتدخلوا باش يمكن نشوفوا شنو المضمون ديال هذه الدراسات التي انجزت من طرف مكتب دراسات ديال جيني سيفيل، وللاسف نقص في الدراسه المنظريه. اذا هنا درت واحد التحليل ديال هذا المضمون، مشيت شفت هذوك لي كوب لي بروفيل دونك ديال لي بروجي. شارع الزرقطوني فيه تقريبا تقسم لخمسه ديال الاجزاء. شارع الزرقطوني عنده واحد الطول ديال 4.6 كيلومتر، الاجزاء تقريبا خمسه. العرض ديالها دونك من واجهه لواجهه كيختلف تقريبا من 40 متر حتى 30 متر. المهم ان اللي كيهمني هو انه فجيت نشوف لي بروفيل، يعني المكونات من واجهه لواجهه ديال كل جزء، كنلقى بانه هاد التهيئه اللي غادي تبان ما كتمشيش مع مسار التنميه المستدامه، او بالاحرى المدينه الذكيه. انا ما كنتكلمش على الذكاء الرقمي، انا بالنسبه لي الذكاء، كتعرفوا الذكاء اللي كنتكلم عليه هو دائما الاشتغال مع الطبيعه بطريقه ذكيه، يعني تعايش الانسان في المدينه والقريه مع الطبيعه في انسجام. فاحنا كنشوفوا اليوم شنو النسبه ديال الطبيعه، شنو النسبه ديال الحضور من غير الاشجار، شنو نسبه الحضور ديال الشجره او ديال الفضاء المغروس الفضاء الاخضر في هذه التهيئه؟ تقريبا صفر. اذا هنا غتشوفوا معايا هذا سي لا كوب بروجي ديال المدينه، ديال الجزء اللي عريض اللي فيه 40 متر تقريبا. هنا كنشوفوا بانه لي فوا دونك كاين 2 فوا 3، يعني ثلاثه المسارات. وكنشوفوا هنا كاين ستاسيونمون، دونك كاين البلاصه ديال لا فوا سيكلابل، وهنا كاين تروتوار. الو، الاختلال الاول الرئيسي كاين تقريبا واحد الربعه، هو انه داك المحور البيني او لو تيغ بلان سونترال حيدوه، بينما حنا كنشوفوا تقريبا عنده واحد 2 متر العرض. هو مهم جدا، مهم جدا، لانه كيدخل لنا الطبيعه الاغراس، كيمكن لنا نحطوا في الوسط ديالو شجره، و سورتو بالاخص فاش كيبغي يقطع تتبغي تقطع المشاة لو بيتون كيوقف. بينما تصور انه عندك تسعود زائد جوج تسعود، دونك تقريبا عندنا 18 و 3 قول واحد حتى 22 متر كلها زفت متواصله. عرفتي راه شي حاجه كتخلع. حنا بالنسبه لنا كناشط بيئي راه شي حاجه كتخلع. اذا مزيان كاينه لا فوا سيكلابل، ولكن المشكل هذا المشكل الاول. المشكل الثاني هو انه لا فوا سيكلابل مزيان، ولكن راه ا مومون دوني كتقطع كتسالى، فاذا شنو الفايده ديالها؟ من بعد كنشوفوا فين هو المكان ديال الاشجار. دونك هنا كاين بعض الامكنه ديال غادي تكون فيها، واش غيخليو النخل اللي كاين، ولا سمعنا غادي تغرس شجر البلاطان، ولكن راه تقريبا ما كاينش الاشجار. هذا هو البروفيل ديال واحد الجزء ما بين الزراوي وابراهيم الروداني. اذا هذا مشكل كبير جدا. ثم كاين واحد التساؤل، انا مشيت تكلمت مطولا مع متخصصه في لا موبيليتي، دونك في هادشي ديال المواصلات والتحرك في حركه السير في المدينه، وهادشي كنت لاحظته بنفسي. هادي تقريبا واحد 20 عام فرنسا ولا اوروبا شنو كيديروا اليوم؟ كيتخلاو على توسيع الطرقات والشوارع، وكيدخلوا الطبيعه، كيدخلوا الاشجار، كيدخلوا شرائط ديال لا فيجيتاسيون ديال الحدائق. بينما حنا اش كنديروا؟ حنا كنديروا العكس، حنا غاديين في لا توندونس ديال التوسيع،
وتحييد المجالات الخضراء من الشوارع ديالنا. علاش كيحيدوا؟ باش الناس فاش كتكون غاديه، اولا كتنقص من السرعه، كتنقص كينقص التلوث، ثم كاين القضيه ديال اننا خصنا ندخلوا الطبيعه. اذا كاين بزاف ديال الاسباب، ما يمكنليش نذكر كل شيء، ولكن المهم دابا الدول المتقدمه بين مزدوجتين راهم غاديين في هذا المسار هذا، وحنا غاديين في العكس. اذا من الضروري انه خصنا نديروا مقترح، انا من باب المهنه ديالي كمهندسه منظريه وكناشطه بيئيه، الاقتراح الاول هو الى حافظنا على هاد ثلاثه ديال المسارات من جوج جهات، ممكن انه نحتفظوا على المحور المركزي بجوج متر باش يمكن لنا نغرسوا فيه شجره او مغروسات، ثم هنا ندخلوا واحد الشريط نحتفظوا بالمجال ديال لو سيكلابل لافوا سيكلابل، وندخلوا المجالات ديال الاشجار. شوفوا معايا بالنسبه للاشجار هنا ثاني، الا مشاو تيديروا البلاطان هنا كاين مشكل. علاش اختاريتوا البلاطان؟ شكون اللي حدد البلاطان؟ هذا هو السؤال. بينما كون كانت دراسه منظر البلاطان، واحد الشجره اللي دابا ولات تغرس، تغرسات في الدار البيضاء، تغرسات في هي شجره مستورده ليست محليه. الشجره اللي تغرسات في طنجه في قنيطره، ولكن حاليا كلهم مرض، مشيت شفتهم بعينيا، وبالخصوص في الدار البيضاء اللي هي اون فيل كوتيير، دونك مدينه ساحليه، سورتو في الاطلسي، الاطلسي ماشي هو لا ميديتيراني، ما غاديش تنجح شجره البلاطان. فاذا بزيد على ذلك حنا في 2024 الا بغينا نتكلموا على تهيئه الفضاءات الخضراء، من الضروري اننا نتكلموا على ادماج التنوع البيولوجي في المدينه، يعني خصنا ننوعوا الاشجار والشجيرات. فتصوروا معايا فاش درت الحساب ديالي تقريبا على 22 30 متر ديال الطول، الا غرست 14 شجره من هنا ومن هنا، نقدر على طول الشارع الزرقتوني اللي فيه 4.6 كيلومتر نقدر نغرس 2000 شجره. بينما ماشي هادشي اللي كاين في لو بروجي. وهذا المقترح الثاني، لانه اليوم خصنا نديروا الثوره، خصنا نخرقوا حنا الساكنه، خصنا نخلقوا الثوره في اعاده تاهيل ديال الشوارع. نحتفظوا فقط بجوج ديال المسارات، كاين الناس اللي غادي يغضبوا غيتقلقوا، ولكن خصوصا مع الجوال المكثف للسيارات. اييه، ولكن هادشي عنده شرح، نجيبوا المتخصصين يشرحوا لنا. علاش انا كنتكلم دائما في اطار التخصص وفي اطار العلم وفي اطار ادماج الذكاء الحقيقي في المدينه. اذا شوفوا معايا هنا النسبه ديال الفضاء الاخضر كتطلع ل 28%، عاد زيدوا التنوع ديال الاشجار. اذا هذا المقترح الثاني. وهنايا فقط واحد المونتاج اللي درت، شوفوا معايا كيفاش يقدر يكون الشارع. هذا غير مجرد مقترح باستعمال شجره الجاكاروندا مع اشجار اخرى. شوفوا معايا الظل، شوفوا معايا الالوان، شوفوا معايا المكانه ديال النبات، ديال المكون النباتي. شوفوا معايا اشنو كيخلق لنا في شارع الزرقتوني، وحنا محتاجين، لانه الفكره هي انه نخلقوا واحد النزهه، علما ان ما ننساوش وزير الداخليه بنفسه هذه بضعه شهور شنو قال؟ خاصنا نشجعوا المغاربه على المشي واخذ البيسيكلات. فكيفاش بغيتوا تشجعوه على المشي والبيسكليت بينما انتم ما كديروش لينا الشجر والظل وشرائط خضراء ومنظريه باش يمكن لينا نتنزهوا في المدينه ديالنا الدار البيضاء؟ يعني ممكن. فقط بغينا الساكنه تدعم حركه مغرب البيئه، بغينا السيد الوالي يستقبلنا ونشرحوا ليه كيفاش، وبان كل شيء ممكن.